أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء حارة في عموم المناطق، عطلت بعض زخات الأمطار بشكل محدود في المنطقة الشمالية. خلال اليوم غد بإذن الله ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، وأيضا تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار في المنطقة الشمالية. نبدأ نشرتنا باستعراض التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 26 درجة مئوية، الملموسة أيضا 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، رياح نشطة وأتربة مثارة في سكاكا 39 22، الحرارة تقارب 40 درجة مئوية في هذه المناطق، عرعر 38 22، وتبوك طقس مغبر ورياح نشطة 34 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 41 إلى 23، جدة 36 إلى 28، مكة المكرمة 39 إلى 24، والطائف 29 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 25 إلى 14، أبها 26 إلى 11، وجازان 33 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 32 إلى 22، حفر الباطن 37 إلى 25، والإحساء 37 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 35 إلى 26، بريدة 38 إلى 22، وحائل رياح نشطة وأتربة مثارة 36 إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.